نتعداو People News. People News اليوم باش نحكيو على بيلي ايليش ونقولها ايليش يا بيلي ايليش. في الكليب نتاعك كنت نستنى فيه كما العاده في وسط بيت مسكره وتحب تخرج من القيود وتتحدى المجتمع. اما المره هذه في الكليب الجديد نتاعك اللي اسمه All the Good Girls Go to the Hell، الموسيقى بنينه برشا. اما يا بيلي وخايتي ما نكذبش عليك، استنيتك مزيانه كيما العاده، العينين الزرق، شعر ازرق، لوك شيك، لبسه سبور، حتى ما شيء مخيب ظني المره هذه. حبيت نقول لك وننصحك تفرج في شيرين اللجمي في كليبها علاش نلوم، وشوف الاناقه والذوق على قاعده صحيحه. في كليب شيرين اللجمي تحسها عامله اشهار متاع فوسيل والا سيلاسيل، اللوميغ فيكس على عينيها في 30 سكوند الاولى ويعاود يرجع الكاميرامان في الدقيقه الثانيه ويعاود يرجع في الدقيقه الثانية. شيء ما اياش قال لك انا فوسيل مانيش مسلم. وما تعرف يا رامي اللي احنا البنات كل ما نبكي ولازم نمشيو نتفرجوا في رواحنا في المرايه ونقول وكا الجمله الشهيره نتاعنا، والله حتى وانا نبكي طلعت مزيانه، فهمتني؟ وكا هاو عاد حبيت نعرف الزين نتاع شيرين هذايا شنو السر نتاعو، خاطر المراه رشيقه انيقه جميله. اش باش نقول لك يا اخي، قعدت نسمع في الغنيه ونتفرج في الكليب، وما تهنيت وبردت على قلبي كان كيف عرفت شيرين اللجمي علاش ضعفت على خاطرها غنيت. أما أنت ظهر لي بنت ما تعشيتش وركزت مع الكليب تاع شيرين اللجمي من السيكوندا والدقيقة وكذا. تحية لشيرين اللجمي دونك الفنانة التونسية. هي الأغنية راهي مزيانة ياسر وشتر بنات تونس بكي وعملت هكا بوز في تيك توك وكل شيء. أما الكليب ما هوش الحقيقة. أما الكاميرامان وإلا المخرج ما فهمت، اللوميغ فيكس كان على عينيها ووجهها، وهي تبارك الله الفوسيل يركبوهم لها ياسر خايبين. فوسيل بالحق معناها نتاع كيما نقولوا احنا البنات يعيطوا يا بابا يا مي، ما دارين ياسر تتعلم من غلطاتها. مع هي تمروح برشا ترمش ياسر في الكليب نتاعها، ديكو ظهروا ياسر خايبين. سامحني شيرين. احمد انت قبيله زاده كنت تحكي لي على الجرافيك جوستومون في الكليب، قلت لي فما اغلاط فما حاجات هكا كانوا ينجموا يتعاملوا مخير برشا، حسيتوا الكليب مزروب شويه. مش في الكليب هذاك اللي خرجت فيه، هي فما كليب قبله كيما نقولوا لي ريس انيماسيون كله كوميك وكل شيء. قعدت بقيت منقول شيرين محليها على الاخر، امي معايا ومحليها على الاخر وفنها محليها على الاخر وصوتها محليها على الاخر، دونك نورمالمون كي يخدموا لها حاجه يخدموا لها حاجه بروفيسيونيل، مش كيف هكاك الغنيه طياره على الاخر. يعني كان تعمل لها ريبريز مره اخرى وتصورها كليب ولا تعمل لها فيديو انيماسيون اخر نتصور تعمل بوز على الاخر، اما بالكاليتي نتاع الفيديو اللي ريس هذاك بصراحة أفشل الفاشلين ما ينجمش يخدمها كيكا، مع كامل احترامي للسيد اللي خدمها. فهمتك، واضح. جونيور شو. دونك فوالا كانت هذه جونيور شو، نسمع توا إد شيران جاستن بيبر.